أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار المفصلة من العربية، ونبدأ نشرة المساء بالعناوين. ولي العهد السعودي يؤكد التزام المملكة بمواجهة خطاب التطرف ورفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب. الأمير محمد بن سلمان يؤكد تحقيق المملكة إنجازات غير مسبوقة في فترة وجيزة، ويثق في تسارع النمو مع زوال كورونا. الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن الفساد استشرى في المملكة خلال عقود، وأن حملة مكافحته بلغت 247 مليار ريال خلال 3 سنوات. أهلا بكم. أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن السعودية استطاعت في فترة وجيزة تحقيق إنجازات غير مسبوقة ونمو متسارع في السنوات الثلاث الماضية. وأضاف ولي العهد أن السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصادات العالم، مشيرا إلى سعي المملكة لمضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه. واعتبر الأمير محمد بن سلمان الناتج المحلي غير النفطي مؤشرا رئيسيا لنجاح الخطط الاقتصادية، حيث أعادت الحكومة هيكلة واسعة لتعزيز الإيرادات غير النفطية. كما أكد ولي العهد أن السعودية أحد أفضل 10 دول في مجموعة 20 التي تعاملت مع أزمة كورونا، وأعرب عن تفاؤله من تسارع وتيرة النمو مع زوال الجائحة. الأمير محمد بن سلمان اعتبر أيضا مواجهة البطالة وزيادة التوظيف إحدى أولويات الحكومة. طبعا هذا جزء مما جاء في هذه الرسالة. ينضم إلينا من الرياض مازن سديري، رئيس الأبحاث لدى الراجحي المالية، وسنتابع في ملفات أخرى، ولكن دعنا في هذه النقطة نركز على ما ذكره الأمير محمد بن سلمان عن النمو الذي تحققه المملكة العربية السعودية، وعن آماله بأن يزداد هذا النمو بعد جائحة كورونا بحيث تصل إلى ما وعد به في 2030. اهلا وسهلا، شكرا استضافتكم استاذه منتهى. مدري صوتي واضح؟ واضح، تفضل. اوكي. طبعا هو شهد الاقتصاد السعودي تصحيح واعاده هيكله الحقيقه من 2017 و18. طبعا الرؤيه طرحت لو تتذكرين في عام 2016، ولكن في عام 2018 شهدت المملكه تغيرات جديده كان لها انعكاسات ممتازه، منها انخفاض اقتصاد الظل وزياده مشاركه المراه وارتفاع أيضا الناتج المحلي غير البترولي. كيف ارتفع الناتج المحلي غير البترولي؟ هو الحقيقة بالإصلاحات اللي تمت، وخصوصا الإصلاحات الثقافية والاجتماعية، وكانت المملكة ولا تزال حديث العالم بالتغير الثقافي والاجتماعي، وفاة الثقافة وتراث المملكة القديم، أعطاء المرأة دورها، الفن مكانته، فهذه زادت جزء كبير من قطاع الخدمات في المملكة، وكان ارتفاع جدا واضح في ذيك الفترة. المرأة ارتفعت مشاركتها اللي كاننا من أقل الاقتصاديات في سوق العمل، الآن أصبحت قرابة ثلث القوى العاملة السعودية. هذا كله كان رقم الحقيقة نال إحسان واهتمام كثير من الدول، لكن ومراكز الأبحاث. لكن من جهة ثانية أيضا اقتصاد الظل كان مشكلة لكثير من الدول النامية، فذهب في عام 2017 و18 تم دخول أنواع من الرسوم على العمالة الأجنبية وأنواع من الضرائب في عام 2018، والضرائب أهمية أنها تعطي الدولة معرفة فيما يدور في القطاع الخاص في عام 2018 لو تتذكرين. فذهبت ذيك الفترة الروح، حتى كنا نلاحظها إحنا يعني نتابع الشركات المطروحة في السوق السعودي، الشركات المطروحة صارت تنمو مو بلأن الماركت يكبر، لأن حصتها السوقية تكبر، والسبب أن الشركات غير المنظمة أو اقتصاد الظل بدأ ينحسر، وهذا رأيناه في القطاع الاستهلاكي السعودي بشكل جدا ممتاز، فشهد تغير نوعي. لو نروح سوق العمل، صحيح أنه الرقم العاطلين في ارتفاع، لكن بوضح نقطة مهمة أستاذة منتهى، رقم العاطلين في ارتفاع مو بلأن الناس خسرت وظائفها مثل ما يصير في كثير من الدول المتقدمة أو الدول النامية، لا، هو الحقيقة احنا شعب شاب، فاللي داخلين سوق العمل بحكم انهم يتخرجون من الجامعة دخولهم مرتفع نسبيا، وليس بسبب ان الناس خسرت وظائفها في الجائحة. يعني مثلا لما طلع الرقم العاطلين ارتفع ال 15% من 12، حللنا الارقام الحقيقة ما في نسبة، في نزول ناس خسرت وظائفها بس ما كان رقم كبير، فحفسرنا الغالبية دخول سوق العمل،
واحنا هذا شيء من جهه ثانيه ايجابي، احنا جعب شاب يعني، ولذلك راينا ان هذا لن يؤثر في القوه الشرائيه فعلا. لو تشوفين ارقام اللي تصدرها مؤسسه النقد شهريا، بس نسبه البطاله، خليني اشير فقط لانه لما ذكره سمو ولي العهد عندما قال انه خلال عام 2018 بلغت نسبه البطاله 13% تقريبا، ولكن بسبب رفع كفاءه الاجهزه الحكوميه واستثمارات صندوق الاستثمارات العامه والبرامج والمبادرات الحكوميه الاخرى راينا نسبه البطاله تنخفض بشكل مثالي، حيث وصلت إلى أو بشكل متتالي وصلت إلى 11.8% في بداية 2020، يعني حتى مع جائحة كورونا هناك تحسن في هذا القطاع أيضا. هذا قبل الجائحة كان في تحسن جيد، وجت الجائحة أثرت على العالم كله أستاذة، وإحنا جزء من هالعالم، ومع ذلك كان أداء المملكة جيد. يعني السوق والعامل السعودية الحقيقة ما خسرت الناس وظائفها. أنا أوضح أن ارتفاع عدد العاطلين بسبب الداخلين إلى سوق العمل وأرقام، وهذا يشهد يأكد رؤيتي هذه، هو مو بذاف الأرقام الإحصائية، يعني ما يقول لك بالإنجليزي ماني توكس، لو نشوف أرقام مؤسسة النقد، أرقام الاستهلاك والسحب من الأجهزة والشراء من الأجهزة بالكروت مستمر بمعدل نمو، معناته أن القوة اللي تعمل موظفة موجودة، بس هو دخلوا ناس، هذا اللي رفع نسبة العاطلين نسبيا. هذه جائحة تمر فيها العالم كله، ولكن أيضا الآن العالم يمر فترة الريكفرينج اللي قاعد يصير، وأثبت والمملكة الآن تقود أوبك هي ومع روسيا، وأثبتت نجاح في الحفاظ على مستوى الأسعار، وهذا جزء من المملكة حول العالم أنها تحافظ على مستوى أسعار طاقة يساعد المنتجين والمستهلكين. أيوة. وهذا من اهتمامية المملكة، فلذلك الفترة حقيقة قادتها المملكة بشكل جدا جيد، يعني حافظ على بالضبط سوق بالضبط العمل. هو في مقال ولي العهد انه المملكة العربية السعودية من الجي 20 هي الاقل من حيث نسب البطالة، في بعض الدول منها ارتفعت الى 15% او 20%، اذا كنا بنحكي عن ما زالت 13% او 11.8% في السعودية فهي اقل من هذه الدول. هو عمل مقارنة سريعة ما بين وضع الاقتصاد السعودي ووضع اقتصاد دول الجي 20 اللي هو محل اهتمامه الآن. أرجوك أن تبقى معنا سيد مازن سديري، رح نرجع ونحلل أكثر في هذا الخطاب. دعني أنتقل إلى ما أكده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي من أن السعودية استطاعت القضاء على مشروع أيديولوجي متطرف جرت صناعته على مدى 40 عاما. وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن التطرف لم يعد مقبولا في السعودية ولم يعد يظهر على السطح بل أصبح منبوذا، وشدد ولي العهد السعودي على استمرار مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة ترفضها سماحة الشخصية السعودية. وقال الأمير محمد بن سلمان إن خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين، مشيرا إلى إدانة المملكة لكل الأعمال الإرهابية إلى جانب رفضها لأي محاولة تربط بين الإسلام والإرهاب. من الجبيل عبر سكايب ينضم إلينا عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين، وطبعا يبقى معنا سيد مازن السديري. سننتقل ما بين الاقتصاد وما بين السياسة وما بين ما ركز عليه ولي العهد السعودي في مسألة التطرف. واضح أن خطط المملكة العربية السعودية لأن تنبذ التطرف والإرهاب هي ماضية، عندما يشير ولي العهد السعودي أنه في خلال 40 عام يعني كانت هذه موجودة في المجتمع السعودي والآن في تجاوز لها، كيف يمكننا قراءة هذه التصريحات سيد فضل البوعينين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعيني أول أعود إلى شفافية سمو الأمير محمد بن سلمان التي تطرق فيها إلى نقاط مهمة، إضافة إلى لغته التي اعتمد فيها على الأرقام بشكل واضح، خاصة ما ارتبط برؤية المملكة 2030، وأتى بالأرقام الدقيقة التي تؤكد على أن الإصلاحات الاقتصادية أتت بثمارها خلال الفترة الماضية. فيما يتعلق بالأيديولوجية، وإن كنت بعيد عن هذا القطاع النطاق، ولكني أربط بين التطرف الذي أشار إليه سمو ولي العهد ومحاولة تجفيف منابعه، وهذا ما نجحت فيه الدولة خلال السنوات الماضية، وأربط هذا أيضا بقضية الفساد. وعندما نربط بين قضية الفساد والتطرف نجد أن هناك علاقة وثيقة بين هذين الجانبين. لماذا أقول ذلك؟ أن التطرف نشأ كأيديولوجية داخلية
وبدأ يبني طابورا خامسا للإضرار بالدولة من الداخل بالوطن والمواطنين. ومن أجل تحقيق مثل هذه الأهداف تم ربطها أيضا بالفساد، عندما تحدث سمو ولي العهد بأن مخرجات التنمية خلال الثلاثة عقود الماضية كان الفاقد منها معدل 15% سنويا، فنحن نتحدث عن فاقد كبير لأسباب مرتبطة بالفساد. هذا لا ليس هدفه الأساسي فقط الإثراء من الفساد، ولكن الوصول إلى غضبة الشعب وعدم وجود الرضا فيما يتعلق بمخرجات التنمية رغم الإنفاق الكبير. لذلك كان هناك رفض. احنا رح نيجي على موضوع الفساد وما قاله تحديدا ولي العهد السعودي في موضوع محاربة الفساد اللي هي يبدو انها كانت قرارا لا رجعة عنه، لأنه ولي العهد السعودي يرى بأنه في كثير من مقدرات الدولة كانت ضائعة بسبب موضوع الفساد. هو بتحدث بالأرقام عن مليارات من الريالات. لكن أعود لنقطة مهمة ذكرها وهي بتتعلق ليس بالمملكة العربية السعودية وحدها إنما بالعالم. أولا إدانة الإرهاب بشكل عام، ثانيا عدم التحجج بحرية التعبير من أجل الإساءة للأديان. يعني كمان هاي نقطة يجب الإشارة إليها فيما قاله ولي العهد السعودي. الأكيد نعم، هناك يعني أطراف عندما تنتقد بعض العمليات الإرهابية تقوم بالتبرير لأن حدث كذا وكذا وكذا. في المملكة العربية السعودية لم نبرر لأحد، الحكومة والقيادة والشعب لم يبرروا لأحد، بل ضربوا بيد العدل والحزم كل فاسد فيما يتعلق بقضية التطرف الديني. وهذا التطرف عندما تم تجفيف منابعه في الداخل وجدنا أن له عمقا في الخارج أيضا. عن مين كان بيحكي تحديدا لما قال أنه في مشروع أيديولوجي متطرف جرت صناعته على مدى 40 عاما وتم السعودية نجحت القضاء عليه؟ الأكيد أنه حزب الإخوان الذي تسرب بشكل كبير لمفاصل الدولة وأصبح مسيطرا سيطرة تامة، وبالتالي كان له القول الفصل في العقود الماضية حتى جاء الملك سلمان وسمو ولي العهد وبدأوا الحرب. حتى قبل هذا ربما بسنوات بدأوا الحرب الحقيقية، قبل ربما نحن نتحدث عن 7 سنوات، ولكن الحرب الحقيقية التي حدثت ربما خلال 5 سنوات الماضية، وهذه جففت منابع الإخوان، جرمت الإخوان، أيضا قطعت كل مواردهم المالية. وهذا عندما أشرت ربط بين الفساد وبين الإخوان، نحن نتحدث عن روابط لا يمكن لهؤلاء أن يعيشوا دون أن يكون لديهم تمويل مالي، وهذا التمويل المالي جزء منه يأتي من الفساد الذي مستشري وكنا نراه قبل 5 سنوات أو أكثر. واليوم نراه أيضا أن هناك نية لهذا الحزب بأن يصلوا إلى مرحلة التذمر الشعبي الكبير الذي يمكن استثماره استثمارا مباشرا ضد القيادة وضد الوطن وضد المواطنين. نقطة أخيرة إذا سمحتي لي، أيضا سمو ولي العهد شدد فيما يتعلق بين الفصل بين حرية التعبير والتطاول على الأديان وعلى الأنبياء والرسل، وبالتالي هذه رسالة مهمة. نحن لا نقبل أبدا في المملكة العربية السعودية ولا أي مسلم يمكن أن يقبل بأن يتم التطاول على الديانة الإسلامية أو على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو أشار أيضا لنقطة مهمة جدا عندما قال بأنه مثل هكذا نوع من التطاول قد يأخذه البعض ليكون مبرر أو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين. يعني هو عم بيعطي العلاج وبيعطي المشكلة وعلاجها هنا. صحيح، وهذا هو الواقع. ودعيني أنتقل إلى أوروبا اليوم، نجد أن هذا ما يحدث اليوم عندما يكون هناك تطاول على الدين أو على الذات الإلهية أو على الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هناك تجيش للمتطرفين خاصة الشباب، وبالتالي يكون هناك ردة فعل لهذا الحدث. وإن كنا نجرمها حقيقة ولا نقبل بها، ولكن هناك من يحاول الربط بينها، وبالتالي يجب أيضا على الحكومات الأوروبية اليوم أن تتنبه أن لديها من التطرف الكثير الذي يمكن أن يكون ضد الأمن وضد الاستقرار، ويجب أن لا يربط بالدين بل يربط بالتطرف وباحتضان المتطرفين خاصة في فرنسا وفي بريطانيا.
كل يوم عم نسمع في قرارات تأتي من دول أوروبية حتى لو كانت بشكل منفرد لمحاصرة هذا التطرف الآن، والحقيقة أنه هذا كان مطلبا عربيا منذ سنوات طويلة، إلا أنه كان بحجة حرية التعبير وحجة البقاء يعني في حقوق الإنسان لم يكن الالتفات لمثل هذه المطالب. الآن الوضع عم بتغير في أوروبا، النمسا اليوم مثلا مثال على ذلك. صحيح. سأبقى معك ومع ضيفي أيضا السيد مازن السديري لنفتح الآن ملف الفساد الذي تحدث عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد أن الفساد كان منتشرا كالسرطان في المملكة خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لن يتكرر، مشددا على محاسبة أي فاسد بقوة مهما كان منصبه. وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن الفساد كان يستهلك ما بين 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، لكن هذا أصبح من الماضي. وقال ولي العهد السعودي إن نتائج حملة مكافحة الفساد ساهمت في إعادة 247 مليار ريال إلى ميزانية الدولة. وهي الأرقام بروح فيها على طول لك سيد مازن السديري، لما نحكي عن 247 مليار ريال عادت لخزينة الدولة من مكافحة الفساد، وهذا الإصرار من قبل ولي العهد السعودي على عدم الرحمة في موضوع الفساد مهما كان المنصب، كيف يمكن قراءته مع الاستعدادات ل2030 ومع الاستعدادات لتعزيز الاقتصاد وتنويعه بعيدا عن النفط أيضا في المملكة العربية السعودية؟ والله أستاذتي الكريمة أستاذة منتهى، محاربة الفساد والإصلاح الثقافي والاجتماعي في المملكة ونبذ التعصب الديني ما كانت إصلاحات سهلة ولا كانت قرارات سهلة، يعني تقرأ بعين الجدية. وشهد اقتصادنا الحقيقة في الفترة الماضية تحسن في جودته، لأن إحنا دولة نامية وكان اقتصاد الظل نسبته أرجع أكون عالية، ويقدر أنه في الدول النامية يصل إلى ربع ناتجها المحلي. لذلك ما قامت فيه المملكة من إصلاحات في محاربة الفساد ما كانت مسألة سهلة وإعادة الأموال. وذكر سمو العهد ظهور صندوق الاستثمارات العامة، فكان جزء الحقيقة من الدخل غير البترولي وأرباح قادمة مؤسسة الناقد وصندوق الاستثمارات والأموال التي عادت للخزينة العامة، وعادت هذه الموارد التي كان يساء استخدامها في مكانها الصحيح. رقم 240 مليار ما هو رقم بسيط، يعني العجز اللي احنا ننتظره هذا السنة المقدر اقترب من 300، يعني هو أكثر من 90% من عجز هذا العام. لكن أبغى أضيف شيء بسيط، يعني دائما هناك نظرة المملكة أنه الناتج المحلي لم يكن نموه عالي، أنه الناتج المحلي السعودي أنه نمو القطاع العاملة. يا سادة احنا نمر في فترة هيكلة، وهذه أساسيات الرؤية، رفع الشفافية، رفع الكفاءة فيها، رفع المشاركة، رفع جودتها. لذلك القوة العاملة لو يشوفها السعودية آخر 3 سنين ما زادت كرقم بس تغيرت، يعني نسبة اللي أعمارهم فوق 50 اللي تعليمهم كان يعني مستوى اللي فوق 50 مستوى التعليم وسكيلز حقتهم كان تقليدي انخفض، ارتفعوا متوسطين العمر. الجيل اللي درس في العقد الماضي في الخارج أو مع التعليم الحديث أصبح يشكل غالبية القوة العاملة، هذا تغير جودة لابد نراعيه. كما ذكرت قبل قليل مشاركة المرأة، أنا يعني إحنا نتابع اقتصاديات الدول النامية في 20 سنة الأخيرة لم نشهد ثورة إصلاحية قوية من ناحية فكرية، من ناحية ثقافية، من ناحية قانونية مثل ما صار. شوفي ميزانية المملكة كانت تظهر في يوم مرة كانت تظهر في السنة بتفاصيل محدودة نسبيا، الآن أصبحت كأنها شركة تظهر كل 3 أشهر بشكل ربعي، وتظهر مقيمة وتظهر الحقيقة بتفاصيل، يظهر هناك مؤتمر صحفي للمعنيين بوزارة المالية مع المتابعين سواء محللين ماليين، محللين اقتصاديين أو صحفيين. هذا تغير يؤخذ، والآن في تغير في ميزانية المملكة أنها تأخذ الطبيعة اللي يسمونها أكرول أكاونتنج، اللي يسمونها المحاسبة بدل المحاسبة النقدية القائمة حاليا، المحاسبة اللي أكثر دقة. هذه تحولات يندر نتجدين دول تطبقها بهالشكل متماسك ومتسارع ومتكامل. في نقاط كثيرة أيضا جاءت عليها كلمة سمو ولي العهد متعلقة ليس فقط بالاقتصاد وتتعلق أيضا بالحكومة، مثلا موضوع الإسكان. وسؤالي لك سيد فضل أبو العنيان، هو تحدث بدقة عن مسألة التأخر في الإسكان للمواطنين السعوديين، وتحدث بالأرقام عن زيادة هذه الفعالية مع 2030، وقال عن ضرورة حوكمة أو محاسبة وحوكمة العمل الحكومي اللي كان بيتباطأ في
عمليات الإسكان. كل هذه لا يمكن يعني قراءتها بشكل منفرد إلا لو تحدثنا عن صندوق الاستثمارات السعودي وتنويع الاقتصاد السعودي، صح؟ صحيح، لكن دعيني أعود مرة أخرى للنقطة الأولى وهي الربط بين الفساد وتأخر مشروعات الدولة الرئيسية. ونحن نعلم أن الخطاب الملكي الذي أدلى به خادم الحرمين الشريفين عندما تسلم مقاليد الحكم في البلاد أشار بوضوح أن ملف الإسكان هو ملفه الأساسي الذي يسعى إلى معالجته. ثم انطلقت رؤية المملكة 2030 وأصبح من ضمن أهم أهدافها رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم. ونحن نعلم عندما أشرت إلى الفساد أن أسطوانة عدم تملك المواطنين للمساكن كانت هي الأسطوانة المشروخة التي كان يرددها من يحاول إثارة الرأي العام وإثارة الشارع من الداخل. وهنا كان التركيز الأكبر على التحول الحكومي، وجاءت رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنمية وبخاصة قطاع الإسكان. اليوم نحن لا نتحدث عن مشكلة حقيقية في الإسكان، اليوم لدينا تملك مباشر، القروض العقارية ارتفعت بنسبة كبيرة. قبل 5 سنوات كنا نتحدث عن 25% تقريبا قروض عقارية، 75% أو أكثر من ذلك، ربما وصلنا إلى 80 قروض استهلاكية، 20% قروض عقارية. اليوم انقلبت المعادلة، أصبح الشريحة الأكبر هي القروض العقارية، وبالتالي هناك رؤية حقيقية لتحقيق هذا الهدف. أنتقل أيضا بموضوع الإسكان، وهذا أمر غاية في الأهمية فيما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة. وأشار سمو ولي العهد في كلمته إلى أن خلال 3 سنوات تم مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات العامة، ولكن دعيني أركز على الرؤية حيال صندوق الاستثمارات العامة. عندما تحدث سمو ولي العهد بأن 50% من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ستكون داخلية، وشهدنا خلال 5 سنوات تنمية حقيقية، هي تنمية استثمارية للصندوق لأصول الصندوق، ولكنها تنمية أيضا للمواطنين وللبلد. صندوق الاستثمارات العامة شارك مشاركة كبيرة في قطاع التنمية السكانية، أصبحنا نرى اليوم مشروعات كبرى كنا ننظر إليها في الدول المجاورة ولا نحصل عليها، اليوم أصبحت لدينا مشاريع كبرى، لدينا نيوم، لدينا القدية، لدينا البحر الأحمر، لدينا مشاريع إسكان ضخمة. كل هذه لأن صندوق الاستثمارات العامة وجه بعض استثماراته لهذا القطاع إلى الداخل و50%. إضافة إلى ذلك، فال50% التي وجهها الصندوق أصبحت كالجسر الذي جذبت من خلاله استثمارات عالمية ودخلت السوق السعودية، فجمعت بين التنمية والاستثمار والعوائد والأمان، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل. باختصار شديد فقط أختم هذه النقطة، أنا أعتقد أن المفصل، القاعدة الأساسية التي نتحدث عنها اليوم وشدد عليها سمو ولي العهد، هي مخرجات رؤية المملكة 2030. خلال 3 سنوات وجدنا هذه النتائج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى المزيد خلال السنوات القادمة حتى نصل إلى 2030 بإذن الله سبحانه وتعالى. وعن صندوق الاستثمارات، لك سيد مازن أسديري، يعني ما قاله ولي العهد أنه في عامي 2021 و2022 في أرقام محددة سيضخ صندوق الاستثمارات العامة ما يقارب 150 مليار سنويا في الاقتصاد السعودي، وبازدياد سنوي حتى عام 2030 سيتم توفير هذه السيولة اللي بنحكي عنها، ليست أرقام سهلة، 150 مليار سنويا من خلال تسهيل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة، بمعنى إعادة تدوير الاستثمارات من مشاريع تمول مشاريع أخرى، الصناعة تمول السياحة، السياحة تمول أشياء أخرى. هل هكذا يمكن أن نفهم كيف سيتم عملية تدوير الاستثمارات في صندوق الاستثمارات؟ طبعا صندوق الاستثمارات العامة كصندوق سيادي ظهوره أصلا كان إنجاز، يعني ما كان شيء سهل، يعني هو كان قسم صغير داخل وزارة المالية، تحول إلى مؤسسة كبيرة مثل أي صندوق موجود في كثير من الدول، سنغافورة، هونغ كونغ، دولة الإمارات، فظهور النرويج، فكان ظهور الحاد ذاته إنجاز، وإنجاز ما هو سهل، وبناءه ونموه، أيضا مشاركته في المملكة داخليا، ومشاركته في مساعدة في سد في تنمية الإيرادات غير البترولية، يعني في عام 2017 كان له دور في الإيرادات وما بعدها بشكل نسبي. أخيرا أنه أيضا مشاركته هو يأتي كعملاق يشجع القطاع الخاص للدخول في قطاعات لم تكن موجودة سابقا،
يعني القطاعات الترفيهية أو القطاعات الذكية أو القطاعات التكنولوجية لم تكن موجودة أصلاً، فيها نوهاو، فتطلب شراكات أجنبية وأيضاً تشجيع للقطاع الخاص. فدورك كجسر وكحلقة وسط بينهم دور جداً، وأنه يتحمل مخاطر أيضاً في هذا الموضوع، جداً دور تعليمي جداً جيد. أنا في شيء بس أبغى أقوله أستاذتي، مؤخراً في الثلاث سنوات الأخيرة في شيء أبغى أقوله. صحيح البترول يشكل جزء كبير من دخل الدولة السعودية ومن الناتج المحلي في طريقة حسابه، لكن مؤخراً في آخر ثلاث سنوات تشكلت مشاريع في القطاع الخاص، أصبح ارتباط البترول في نمو أرباح الشركات وقطاعها منخفض. حتى الآن صار المتابعين لسوق المال السعودي يلاحظون أنه الآن سوق المال السعودي نمو أرباح شركاته لم يعد مرتبط بأسعار البترول. أيه. وهذه ملحوظة، لم يعد مرتبط كثيرا بأسعار البترول انخفض. صحيح، بس كمان ما زال البترول بيأثر في الاقتصاد السعودي بشكل عام. أكيد، لكن يعني لما يقول ولي العهد بأنه كان مفروض يكون عندنا 560 مليار اللي هي الاستثمارات هذا العام، ومع انخفاض أسعار النفط أصبحت النسبة أقل، هذا سيشجع على فتح مجالات أخرى من أجل الاستثمار بعيدا عن النفط في السعودية. إلا أنه النفط ما زال يعني له الحصة الأكبر في التأثير، صح؟ لا شك في ذلك، ولا هي مسألة سهلة أستاذة منتهى. إحنا ننتج 10 مليون برميل، وإحنا أقل بلد في تكلفة الإنتاج، فمو من السهل أن نستبدله. لو تروحين حتى دول تنتج مليونين برميل زي فنزويلا قبل العقوبات اللي عليهم، أو نروح لدولة زي الجزائر، ترى يشكل نسبة كبيرة من الصادرات ومن الميزان التجاري. حتى الدولة المستوردة، اليابان يشكل من وارداتها 25% البترول. يعني وزن البترول إذا كنت مصدر كبير وإذا أنت مستورد تراه كبير. فمن مو من السهل، لكنك تقدر، وانت احنا يعني دوله نعيش تغيرات في وسط تحديات سياسيه كبيره وجيوسياسيه كبيره، اننا نعيش هالتغيرات ونقدر نخفض نسبيا، ونستطيع عبر السنوات القادمه اننا نقدر نحفظ ونوصل لتعادل. هذا انجاز ما هو سهل، والتغيرات ثلاث سنوات الاخيره كانت في الطريق الصحيح. أرجوك أن تبقى معنا. سيد مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الراجح المالية ينضم إلينا من الرياض. عبد الله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، أهلا بك معنا أستاذ عبد الله. أيضا تنضم إلى ضيوفنا في هذا النقاش. صحيح أنه في معظمه أرقام وتفاصيل، يعني في ما جاء من كلمة ولي العهد السعودي هناك تفاصيل بالأرقام عن كل شيء، ربط مكافحة الفساد ومكافحة التطرف والإرهاب بالتقدم الاجتماعي والتخلي، ليس التخلي بمعنى دعم القطاع النفطي بكل عمليات الاستثمار الأخرى في المملكة العربية السعودية، وصولا إلى الأرقام التي وعد بها في 2030. هل يعني بانتظار انتهاء جائحة كورونا كيف يستقبل المواطن السعودي مثل هذه الأرقام ومثل هذه المعلومات؟ أول شيء أسعد الله مساكم. الحقيقة اليوم كان الخطاب جدا مهم، أعتقد أنه واحد من أكثر الخطابات اللي أنا يمكن سمعتها احتوى على معلومات واحتوى على خارطة طريق جدا مهمة، استعراض للماضي الحاضر والمستقبل. أتصور اليوم تم وضع كثير من النقاط على الحروف، وبالتالي يعني وضحت كثير من الأمور اللي كانت يتم نقاشها في الفترات السابقة، خصوصا فيما يمس حالة المواطنين، سواء زي ما تم التطرق له في الخطاب عن موضوع إلغاء البدلات أو إلغاء بدل، وكذلك موضوع السكن وغيرها من المواضيع. أعتقد أنها كانت يعني في وقتها، وخصوصا اليوم حنا نمر في يعني الجائحة وما زالت أثارها موجودة إلى اليوم، خصوصا اليوم حنا يعني على بعد أيام قليلة عن قمة العشرين، فبالتالي هذا توقيت هذا الخطاب كان استراتيجي مهم جدا. أعتقد أعطى إضاءات كثيرة حول وضع الاقتصاد، حول وضع الرؤية وما تم تحقيقه، زي ما ذكر يعني سيدي سمو ولي العهد على موضوع مثلا لماذا اضطرت المملكة اليوم إلى رفع الإيرادات الغير نفطية، فبالتالي كانت الخيارات أشد إيلاما، وهذا كان كثير من المواطنين يمكن ما كان منتبه لها، فبالتالي اليوم القرارات هذه راح تساهم في استقرار الوضع الميزانية العامة، استمرار الصرف والنفقات عليها في ظل تقلبات أسعار النفط اللي زي ما شفنا حنا كانت في الربع الثاني يعني وصلت إلى أسعار جدا متدنية، فبالتالي كان في مخاوف عالية. ما زلنا إلى اليوم يعني في محاذير أو مخاطر حتى
يعني هو ولي العهد قال بأنه كل هذه الأزمات، يعني لما تحدث عن المسكن، لما تحدث عن إلغاء واحد من البدلات بدل غلاء المعيشة، قال أنه كل هذا يجعلنا نستذكر أهمية ألا يكون الوطن رهينة لأي تقلب في أي قطاع كان، وهنا يقصد القطاع النفطي تحديدا، أنه صندوق الاستثمارات إذا خسر القطاع النفطي يجب أن يعوض صندوق الاستثمارات إذا ما سارت الدولة نحو رؤية 2030 بنفس ما هو مخطط لها. اليوم لابد احنا نفهم اليوم في ذراعين للإنفاق في داخل الاقتصاد السعودي من الدولة، الإنفاق التقليدي وهو عن طريق وزارة المالية، عن طريق الأجهزة الحكومية، وبالتالي هذا اللي دائما يصدر فيه بيان وزارة المالية. لكن اليوم اللي أصبح نشيط وتم التركيز عليه، وأنا أعتقد أعتبره في الحقيقة هو الهيكل أو العرب اللي راح تقود التحول الاقتصادي داخل السعودية نحو رؤية 2030 اللي هو صندوق الاستثمارات العامة، واللي حاضر اليوم بالكثير من الحديث على هذا الموضوع فيما يخص دور صندوق الاستثمارات العامة استثماراته السنوات القادمة. وهذا أرقام مهمة زي ما ذكرتي، أنه 150 مليار سنويا سوف يتم ضخها داخل الاقتصاد، وهذه طبعا عبر مشاريع نوعية. يعني اليوم أنت ممكن تطلق أو تصرف 150 مليار لكن لن يكون لها العائد المردود العالي زي ما أنت تبغى، مثلا إذا كانت على نفقات رواتب وغيرها لن يكون بنفس العائد لما أنفقوا على تأسيس مشاريع وإطلاق قطاعات جديدة. اليوم إحنا عندنا بدنا نتكلم على مواضيع السياحة، تكلمنا على مواضيع الترفيه، إعادة التدوير، على مواضيع المشروعات العقارية الضخمة اللي راح تكون سواء في الرياض في جدة ولا في غيرها من مناطق المملكة. فبالتالي احنا اليوم نتكلم على أشياء نوعية ما كنا نعرفها أصلاً قبل 5 سنوات 6 سنوات، وهذه تطلب جرأة كبيرة، تطلب تحديات، واليوم احنا قاعدين نخطو خطوات كبيرة عليها زي ما ذكر سمو ولي العهد. شكراً جزيلاً لك أستاذ عبد الله الربدي، عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، وأعود لضيفي من الجبيل عبر سكايب عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين. سيد فضل أبو العنين، في هذه الكلمة لولي العهد السعودي كان في تتابع للأفكار، يعني بمعنى لا يمكن أن نصل بالمملكة العربية السعودية إلى دولة جاذبة للسياحة وجاذبة للاقتصاد وأن تعوض بصندوقات صناديق الاستثمارات أي خسائر ممكن تحصل في القطاع النفطي وهو متوقع، إلا بهذا التطور الاجتماعي على صعيد التطور في مسألة عمل المرأة، على صعيد أنه مكافحة الفساد ومحاربته، وأنه لن يكون هناك أي شخص كبير على مسألة مكافحة الفساد في السعودية، ومسألة محاربة التطرف اللي قال الأمير بأنه كان مستشري في المجتمع، والفساد كان مستشري كالسرطان أيضا في المجتمع السعودي، صحيح؟ الأكيد نعم، وهذا التسلسل هو الذي حاولت أن أربط فيه في البداية، وعندما يعرض سمو ولي العهد هذا التسلسل وهذا الترابط أننا لا نستطيع أن نحقق التنمية التي نود أن تتحقق خلال السنوات القادمة وأن نضمن في نفس الوقت استدامتها وانعكاساتها الإيجابية على الجميع دون أن يكون هناك تكامل بين القطاعات، ودون أن يكون هناك أيضا إعادة هيكلة كلية للاقتصاد من جانب، للتعليم أيضا من جانب. وهذه نقطة مهمة عندما نتحدث اليوم عن التحول الرقمي، فنحن نتحدث عن الاقتصاد الرقمي، وهذا يحتاج إلى قاعدة تعليمية كبيرة، تحتاج إلى إعادة النظر في مناهج التعليم الحالية والتركيز على المواد العلمية الحديثة بما يساعد ويقود نحو الاقتصاد المعرفي. عندما أيضا نريد التطوير السياحة المحلية، فنحن نحتاج إلى أن ننفتح على الآخر وعلى كل هذه المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى دعم مجتمعي كبير. ومع ذلك أقول أيضا، وهذا مهم فيما يتعلق بمكافحة الفساد، أن الفاقد من الفساد خلال العقود الماضية هو الذي أوصلنا لما كنا عليه من قبل بداية إعادة الهيكلة التي بدأت بالفعل وبدأت نتائجها في الظهور من جديد. ولكن التركيز الأكبر اليوم وهو على الاستثمارات المحلية والاستثمارات الخارجية. الاستثمارات المحلية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، هذا هو الذي سيقود إلى تنمية مستدامة في جميع القطاعات. وأبدأ أول بالقطاع الصناعي على سبيل المثال،
قطاع التعدين من أهم القطاعات المهمشة سابقا، اليوم هناك ضخ فيها استثمارات كبرى وتشريعات في المقابل تحفز المستثمرين على الدخول فيها. ننتقل إلى القطاع السياحي، وهذا هو القطاع الذي تراهن عليه المملكة اليوم. الفاقد من الأموال الداخلية للخارج كثير، توطينها في المحلية وتنمية هذا القطاع سيعزز ليس القطاع السياحي فحسب، بل التنمية المجتمعية في جميع مناطق المملكة، وخاصة المناطق النائية التي تمتلك مقومات السياحة ولكنها صحيح. تحتاج إلى التنمية التي تحفزها وتخلق مزيد من الوظائف ومزيد من الفرص الاستثمارية، ونحن بدأنا نراها اليوم بوضوح. نعم واضح. عضو مجلس الشورى السعودية السيد فضل أبو العينين ضيفنا من جبيل عبر سكايب، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، وعودا لك سيد مازن السديري. بالآخر كل الأمور مرتبطة مع بعض، كنا نتحدث عن القطاع الرقمي، أيضا هذا ذكره ولي العهد السعودي بشكل مفصل وواضح عندما يقول بأنه حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين. هو كل المقارنة اللي عملها الحقيقة في كلامه مع دول مجموعة العشرين، يعني أنه كانت المملكة العربية السعودية من التوب 10 في مكافحة فيروس كورونا من ضمن الدول العشرين الجي 20. أيضا أشار إلى أنه لولا الاستثمارات كلها اللي دخلت في القطاع الرقمي ما كان وصلنا لاستمرار العمل لأكثر من 94% من الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال فترة الجائحة. كل هذه الإشارات والحديث عن سرعة الإنترنت والحديث عن الجيل الخامس وتقدم السعودية عليه وكونها واحدة من التوب 10 أيضا في الجي 20 فيها، إلى أي مدى هي مهمة في الحديث عن كل أنواع الاستثمار والاقتصاد في السعودية؟ هو لا شك المملكة الحقيقة كان من أيضا من أهداف الرؤية في آخر السنوات الثلاثة الأخيرة، من أهدافها الأساسية هو رفع الاقتصاد الرقمي والتوطين الرقمي. المملكة يمكن قليلين يعرفون أن حجم البنتريتينج للإنترنت فيها، التعمق في الإنترنت بين الناس، قريب للأرقام الأمريكية، فوق 80%. حجم الناس اللي يحملون الأجهزة الذكية في المملكة رقم عالي، قريب من يتجاوز أيضا 80%، قريب من أرقام الولايات المتحدة. وأعتقد أن السبب أنه ما يوصل 100% نسبة الأجانب، يعني من عدد السكان تقترب من 25%، من 30 إلى 25 إذا ماني مخطئ. فممكن يكون إذا ناخذ السعودية يمكن أقدر أقول فوق 95% لأجهزة ذكية ممكن. فهذا ساعد جدا أن وجود هالقاعدة أصلا، أن توطين الخدمات الرقمية الموجودة. كان فكرة أيضا توطين الخدمات الرقمية هو القضاء على اقتصاد الظل، توضيح البيانات. الدولة كانت بحاجة عشان تحط تشريعات جديدة البيانات، بتعرف وش قاعد يصير المواطنين. مثلا لما جاء حساب المواطن عام 2018-17 كانت تحاول تعرف أكثر المجتمع أكثر، فكانت بحاجة إلى قاعدة رقمية وكانت تمتلك البنية التحتية وكان عندها اهتمام فيها. هذا ساعد زي ما تفضلتي أن التعليم عن بعد في المملكة كان من الأنجح. أن أيضا كان التطور أيضا الخدمات الرقمية فترة والعمل عن بعد صحيح العمل عن بعد، وأيضا فترة اللوك داون الخدمات، استمرار الخدمات اللوجستية كان جدا جيد في المملكة في ذيك الفترة، فكان معطي قاعدة تساعدها حتى مستقبلا في المملكة مع التطور الرقمي. ولا ننسى أستاذتي في ثورة عالمية راح تجي اللي هي الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، راح يشكل وزن كبير من القاعدة من الناتج المحلي لكل دولة، وتشكلت له هيئة في المملكة، وهو قائم أساساً الذكاء الاصطناعي على البيانات. وأيضا من أهداف المملكة تجميع البيانات قدر الإمكان لصنع قوانين وبرنامج ونظام Artificial Intelligence، ذكاء اصطناعي يساعد المجتمع ويساعد الاقتصاد على التنمية مستقبلا. هذا من أهداف الرؤية. أيضا أشار إلى صندوق الاستثمارات العامة، أنه قال نحن اليوم في صندوق الاستثمارات العامة لا نحقق أقل من 7%، لدينا استثمارات تجاوزت عوائدها 70% واستثمارات أخرى تجاوزت عوائدها 140%، وهذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة. هي عملية الإشارة مباشرة إلى عملية الإصلاح التي تمت بصندوق الاستثمارات العامة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. هل هذه إشارة إلى أنه الإصلاحات ما زالت مستمرة وقد تفتح أبواب جديدة في السعودية المالية أقصد؟ طبعا هو الهدف من صندوق الاستثمارات، طبعا الهدف المالي زي ما تفضلت أنه يصنع يساعد في دخل غير بترولي، دخل استثماري آخر. الشيء الثاني أيضا أنه يساعد في استثمارات أجنبية موجودة في المملكة. شيء ثالث، هذا راح يعطي المملكة أيضا بيلر ثالث، يعني وزن ثالث عالميا،
يعني احنا عاصمة العالم الإسلامي، مركز العالم الإسلامي، احنا يسمونا البنك المركزي للبترول. الشيء الثالث ممكن نكون احنا بلد التقنية، مع نيوم كمستثمر كبير مثل المملكة في التقنية وإعطاء قاعدة بلاتفورم بيئة للاستثمارات الذكية، تشتكي الاستثمارات الذكية أو الاستثمارات الجريئة أنا آسف من غلاء البيئات اللي هي موجودة فيها وتعقد القوانين الموجودة فيها. فالمملكة تحاول أنها تصنع سيليكون فالي، نوادي تقنية جديد بعد سنوات قادمة يكون موجود في المملكة، وهذا أتمنى إن شاء الله أنه يعطي المملكة ركن ثالث من اهتمامها عالميا ويساعد العالم في حل مشاكلها التقنية في وجه التحديات البيئية اللي يعانيها العالم والتحديات أيضا الاقتصادية مستقبل. السيد مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الراجحي المالية ضيفنا من الرياض، ألف شكر لك على المشاركة معنا، شكرا جزيلا. من دبي عبر سكايب ينضم إلينا الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط سيد فهد شقيران، أهلا بك معنا سيد فهد شقيران. ودعني أركز معك على ما ذكره ولي العهد السعودي من أنه في مشروع تم بناؤه بأربعين عام لم يعد موجودا أو لم يعد ظاهرا على السطح أو هناك محاربة له في المملكة العربية السعودية. هذه الإشارة تأتي مع الحديث عن التطرف والإرهاب وشو اللي ممكن يحفز الإرهاب، هذه الإشارات تأتي أيضا مع الوضع الاقتصادي والرؤية 2030، كيف قرأتها؟ طبعا أستاذ منتهى، بطبيعة الحال هذا تصريح تاريخي خاصة بما يتعلق بفقرة التطرف، لم نسمع لها مثيلا عبر تاريخنا الحديث، لأن هناك رغبة حقيقية بمواجهة هذه الكارثة التي الآن تضرب بالعالم بكل اتجاه. الأمير طبعا تحدث عن التطرف وأن القضاء عليه خلال سنة واحدة لتطرف بنية خلال 40 عاما. نعم التطرف بدأ من بعد الثورة الإيرانية وحادثة جهيمان في احتلال الحرم المكي، ثم حصلت موجة مهولة بعد حرب تحرير الكويت، كل هذه أحداث معروفة، لكن الذي جعل المملكة العربية السعودية تتصدى للتطرف باعتقادي هو عامل أساسي، أنها آمنت أن الإرهاب لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال اجتثاث منابعه، ومنابع هذا الإرهاب هو التطرف. ظللنا سنوات طويلة نحارب الإرهاب من دون أن نقضي على التطرف، وهذا كان خطأ كبيرا واستراتيجيا في معركتنا على الإرهاب. لكن حينما جاء الأمير محمد بن سلمان استطاع أن يضع يده على الجرح. نعم المشكلة اليوم هي في التطرف الذي هو البيئة الحاضنة والمفرخة للإرهاب. إذا أردنا أن نصنع مجتمعا خاليا من هذه الأفكار المتطرفة ومن العمل وواقعا ما خاليا من العمليات الإرهابية، يجب علينا أن نحارب الأفكار الأساسية للتطرف. بالأمس القريب هيئة كبار العلماء، وهذا ما ممكن يصير أستاذ فهد، قصدي ما ممكن نوصل للهدف الأعلى والأسمى اللي تحدث عنه ولي العهد السعودي، أنه الرفض التام لربط الإسلام بالإرهاب لو ما حاربنا التطرف، صح؟ نعم هو هناك طبعا ربط خطير بين الإسلام والإرهاب، لكن من الذي صنعه؟ الذي صنعه هم الإرهابيون أنفسهم. أضرب لك مثال على خطورة التفريق بين التطرف والإرهاب، ما وقعت فيه أوروبا. أوروبا اليوم تكتوي بنار التفريق بين التطرف والإرهاب، هي تحتضن المتطرفين لأنها تعتقد أن جماعة الإخوان ليست جماعة إرهابية، تعتقد أن جماعة الإخوان حزب سياسي وأن هؤلاء مظلومين ومطاردين ومعارضين. ولكن حينما مسها هذا الداء وحينما ضرب في عمقها، باتت اليوم النمسا بدأت تجرم الإسلام السياسي، اليوم فرنسا عندها أيضا مشاريع من هذا النوع، كذلك بريطانيا ربما تكون آخر المتيقظين من كارثة التفريق بين التطرف والإرهاب. إذا أردنا محاربة التطرف يجب أن نقضي على جماعة الإخوان المسلمين، هذه هي الحقيقة التي تغفل عنها كثير من الدول العربية والإسلامية والعالمية. اليوم أستاذ منتهى ما حدث في أوروبا هو كارثة بكل المقاييس، وهذا يبين أن مشكلة عدم ربط التطرف بالإرهاب يفرخ التطرف من جديد ويصنع جماعات متطرفة من جديد متوالدة. بس حتى يكون واضح كمان ولي العهد السعودي هو أشار إلى رفضه أيضا وإدانته لاستخدام حرية التعبير من أجل إهانة الآخرين بمعتقداتهم بالإشارة للرسوم المتعلقة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم هناك نعم المشكلة الآن لدينا أننا أمام ظواهر من التطرف متعددة في كل الاتجاهات.
في كل ماذا؟ الاتجاهات. هناك من يريد للإسلام أن يظهر بمظهر بشع كما فعل تنظيم القاعدة وداعش وبوكو حرام وحزب الله وغيرها من جماعة الإخوان المسلمين، وهناك أيضا من يريد أن يضع ما تتصرف به هذه الجماعات الإسلامية على أنه هو الإسلام، من المتطرفين على الضفة الأخرى، وهذا كله مدان، وهذا كله مدان. إنما اليوم طبعا تصريح الأمير طبعا تصريح مهم جدا، وخارطة الطريق للتعامل مع بنية التطرف وبنية الأفكار المتطرفة، لأنه برأ الإسلام من كل هذه الممارسات. أيضا نزه الإسلام من الرسومات المفترية التي تجعل من هذه الأحداث أو من تصرفات بعض الأشخاص على أنها هي محتوى الإسلام، وهذا أمر أيضا مرفوض. والأهم والأقوى من الناحية الاستراتيجية أتحدث، ربط التطرف بالإرهاب، أن التطرف، أن الإرهابي قبل أن يمارس هذه العملية إنما خضع لمجموعة من العوامل ومجموعة من التعبعة ومن الأفكار ومن التعليمات وإلى آخره، حتى وصل إلى ما وصل إليه. إيه، بمعنى يعني أنه ما ممكن نقول أنه هذا إرهابي ونسكت عن تنظيمات متهمة بالتطرف، يعني أن نفصل بين الإرهابي والتطرف، في شيء بي 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 يعني هو منبع للشيء الآخر. أكيد هناك تلازم في المسار بين التطرف والإرهاب، إذا وجد التطرف فانتظر الإرهاب. الذي أشار إليه سمو الأمير أننا في زمن مضى لم يكن هناك إرادة حقيقية للقضاء على هذه المنابع أو على هذه المفرخات للإرهاب، لكن اليوم الموضوع اختلف خلال هذا العام الذي مضى وخلال الأعوام التي مضت. أيضا هناك حرب شعواء تقوم بها المملكة العربية السعودية على الإرهاب في الداخل والخارج، وأيضا الأهم من ذلك أن الحرب هذه متوازية ثقافية وقانونية. الأحزاب الإرهابية مجرمة في المملكة العربية السعودية، والانضمام أو التعاطف معها أو الانضواء خلفها أيضا مجرم ومحاسب عليه بالقانون. وثالث هذه الأمور المحاربة السياسية عبر المحاور والأحلاف الفاعلة، المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، محور أساسي قوي ضد تنظيم الإخوان المسلمين في المنطقة، وهذا الذي يسبب كل الهجوم على هذا المحور من قبل الأعداء والمتربصين، من قبل قطر، من قبل تركيا، من قبل إيران. لا يريدون لهذا المحور أن تنجح استراتيجياته القائمة أساسا على رسم الاعتدال. سمو الأمير أشار إلى أما بيحاولوا يصوروا أنه رسم الاعتدال هو محاربة للإسلام، يعني أنه هذا التيار يحارب الدين الإسلامي أو يحارب الإسلام أو المسلمين، لذلك هو يتحدث عن الاعتدال. هذا خطاب أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي، نعم، وأيضا خطاب أيمن الظواهري وخطاب جميع الجماعات المتطرفة، أنهم يعتبرون نشر التسامح أو المطالبة بالاعتدال أو نشر روح الاعتدال إنما هو حرب على الإسلام، وهذا عدوان وتحريف للإسلام نفسه. ونحن مطالبون بالرجوع إلى المؤسسات الدينية المعنية التي يقوم عليها الراسخون في العلم، هم الذين يقررون اعتدال هذا المنهج أو ذاك. والمملكة العربية السعودية لديها القدرة مع محورها ومع أحلافها أن تحارب هذه الجماعات المتطرفة، ولكنها تغلغلت عبر السنين. نحتاج إلى أيضا وقت آخر ومجالات أخرى لمحاربة نفوذها في المؤسسات، محاربة نفوذها في الجامعات، في المؤسسات التعليمية، وهكذا حتى نصل إلى النقطة الأخيرة، وهي الوصول بمجتمعنا إلى ما كان عليه. اليوم أشار الأمير أن المجتمع السعودي بطبعه متسامح، لم يكن المجتمع السعودي بهذا التناغم، هذه الكراهية بين بعضهم البعض. بالضبط. الأستاذ فهد شقيران الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط ضيفنا من دبي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. شكرا جزيلا. ونتابع في نشرة المساء لهذه الليلة بعض الأخبار، حيث أفاد اللواء سليم رعد رئيس الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة بأن اللجان العسكرية المعروفة ب5+5 اتفقت على تأمين فتح الطريق الساحلي والانسحاب منه ورفع الألغام والسماح للمدنيين باستعماله بصورة آمنة، طبعا هذا كله في ليبيا. وفي المقابل أيضا اعتبر المتحدث باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو أن ما يحدث في لقاءات اللجنة العسكرية 5+5 لا يصب في اتجاه وقف النار،
مشيرا إلى وجود تحركات عسكرية في محيط سرت والجفرة لا توحي بنية إخلاء المنطقة من المسلحين، وواصفا ما يجري في سرت بأنه خطوة في الهواء وليست إلى الأمام. أعلنت مصادر أمنية هولندية أن عدة طلقات نارية تم إطلاقها على السفارة السعودية في لاهاي، وذكرت وسائل إعلام محلية أن المبنى أصيب بعشرين رصاصة، وأظهرت الصور بعض الثقوب في النوافذ. الشرطة ذكرت أن الضباط أغلقوا مكان الحادث، حيث باشرت الشرطة التحقيق فيه، ولم تعرف بعد تفاصيل وأسباب إطلاق النار الذي لم يؤدي إلى وقوع أي إصابات، فيما اعتقلت الشرطة الهولندية أحد المشتبه به. في مقابلة خاصة مع العربية، أشار الدكتور أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة بايونتك إلى أن لقاح كورونا سيكون عبر جرعتين في اليوم الأول والثاني والعشرين، وأنه من المتوقع أن يوفر مناعة قوية جدا بعد الجرعة الثانية. قالنا إلا أن نذكر بما قدمناه في هذه النشرة، ولي العهد السعودي يؤكد التزام المملكة بمواجهة خطاب التطرف ورفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب. الأمير محمد بن سلمان يؤكد تحقيق المملكة إنجازات غير مسبوقة في فترة وجيزة، ويثق في تسارع النمو مع زوال كورونا. وولي العهد السعودي يؤكد أن الفساد استشرى في المملكة خلال عقود، وأن حملة مكافحته بلغت 247 مليار ريال خلال 3 سنوات. ونشرة المساء انتهت لهذه الليلة، تتابعون أبرز أحداث هذا المساء أيضا في نشرة العربية الليلة مع ميسون ويهد ميسون.